السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كريم علي، عائلة الجميلة، كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك. أتمنى أن انتم يعني تقضوه بصحة وهناء وتقربوا لأحلامكم أكتر وأكتر. كلوا لحمة براحتكم، ما تخافوش وما تخافوش من الدهون الحيوانية، بس الرز اللي جنب اللحمة هو اللي هيبقى مشكلة كبيرة جدا. سلامي لجميع أفراد أسرة فكر تاني، سلام عليكم، باي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.